أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثم بعد فترة أسلم، فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا بد من أن تنكح زوجا غيره؟ إيش يقول؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثم بعد فترة أسلم، فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا بد من أن تنكح زوجا غيره؟ إذا طلقها ثلاثا فلا بد أن تنكح زوجا غيره، أما إذا طلقها دون الثلاث وخرجت من العدة فلا بد من عقد جديد. نعم.